بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى استقلال بلاده وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. مشيدًا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.